طب بقول لك ايه؟ قول. ما تغني. ده انا لسه مغني. غني تاني. اصل انت لما بتغني احسن ما بتتكلم. يا سلام. شوف غني يا مغرمين. يا مغرمين يا عاشقين مين زي مين يا مغرمين يا مغرمين يا عاشقين مين زي مين يا مغرمين مين زي مين يا مغرمين يا عاشقين مين زي مين يا مغرمين يا مغرمين يا عاشقين مين زي مين يا غنى تاني وجمهور تاني. انا حسيت ان انا مش واقف على الارض، حسيت اني طاير في السما، حسيت اني بقيت واحد تاني. ما انت بقيت واحد تاني يا حليم. تاني ازاي يعني؟ بقى عارف يقول ايه وما يقولش ايه، امتى يغني امتى يقصر في الغنوة، لحد ما يخلي الناس كلها مستنية على نار أو زي يكمل الغنى. محمد يعني عاوز يقول إن عبد الحليم بقى محترف. ودي حاجة حلوة ولا وحشة يا أبي؟ لا هي حاجة حلوة، بس لو عرف يستخدمها مظبوط. الفنان مش مفروض إنه يكون كله إحساسه بس، لازم جزء كبير منه يبقى إحساس، والجزء التاني بنسميه صنعة اللي هو الاحتراف. حاجة كده يا دوسة زي الأكلة الحلوة، كل معاييرها مظبوطة. ها يعني استوى. استوى ايه يا فردوس؟ هو طبيخ. طب كمل يا حليم، كمل احكي. حسيت يا علي اني خدت بطاري وخليت الناس اللي ضربوني بالبيض والطماطم يسقفولي، وقعدوا يسقفولي لحد ايديهم ما اتقطعت. انا يا واد ساعات بحس ان انت حد تاني، مش حليم اللي انا مربيها. ليه بتقولي كده يا قبل؟ على قد ما هو طيب وحنين تربيتي، بيجيله أوقات كده ما بيقدرش ينسى لما حد بيجي عليه، وبيفضل مخزن لما تجيله فرصة بياخد بطاره، زي ما قلب لسان دلوقتي. اخص عليك يا عليا، أنا خدت طاري هنا مش ضرب نار. أول مرة أشوفها عليا شبان أو حليم وقعوا في بعض. عاجبك؟ أديكي شمتي القعدة فينا أهو. فشر لا هو ولا أهله كلهم. أيوه عاجبك كده ياض؟ أديك جبت لك كلام. أنا بجتمع بيكم النهاردة لمناقشة الجلاء، جلاء الجيش الإنجليزي عن أرض مصر حتى آخر جندي. طيب دلوقتي لو ربطوا الجلاء باتفاقية دفاع مشترك زي معاهدة 36، الجلاء يا حكيم دون قيد أو شرط، مش هيوافقوا بالسهولة دي. أنا رأيي يا جماعة إن ده محك صعب للثورة ولينا، لأن أساس وجودنا هو الكفاح من أجل الجلاء مهما كان الطريق صعب. علشان كده لازم نبقى مستعدين نفتح معسكرات الجيش والحرس الوطني لتدريب شبابنا على الكفاح المقدس. لازم يتسلحوا ويبقوا جاهزين للمعركة. لازم الجيش الإنجليزي يعرف أن مسألة الجلاء عن أرض مصر مسألة حياة أو موت. هذا وقد بدأ مجلس قيادة الثورة بقيادة رئيس الوزراء البكباشي جمال عبد الناصر في مفاوضات مع الجانب الإنجليزي من أجل الجلاء. إلى هنا انتهت نشرة الأخبار. هنا القاهرة نستمع الآن إلى الفنان كارم محمود. خير يا سي شحاتة؟ عايزني في ايه؟ وقالك اسبوع كده وانتش على بعضك. والله علي انا مش عارف اقولك ايه ولا ابتدي معاك ازاي. غنوة دي مالك يا شحاتة؟ اصلي معتمد على ربنا ثم عليكي في الموضوع ده، محدش هيحله غيرك. لا والله وحشتني. انت متخانق مع محمد؟ لا محمد ملوش دعوة بالموضوع ده. ومال مين اللي له دعوة؟ فردوس. مالها فردوس؟ انا عايز اكمل نص ديني. مش لما اكمل ربع الاول؟ انت بتهزري عليا، انا بتكلم بجد. من امتى بتتكلم جد؟ بتحبها قوي عليه؟ كسيت نبضها. امال انا جايلك ليه؟ ما فتحتهاش في الموضوع خالص. كسفت.
لو وشك صوف قوي ده انت وشك مكشوف تاني عليا. طب خلاص ما تزعلش، انا كده هختار وقت مناسب وابقى فاتح. طب هتفتحيها امتى؟ لما الانجليز يطلعوا من مصر. يبقى انت كده بقى مش عايزانا اتجوز خالص. ليه هما يلبدونا هنا ولا ايه؟ اوه هنرجع للهزار تاني. بقولك بحبها يا علي. ما هو انت اللي مكسوف تفتح، ما تكتب لها جواب. ماليش في الحاجات دي وما بعرفش اقول كلام حب. قول لها كلمتين من قلبك، لو صدق هتحس بيك. ولو ما عرفتش اقول بقى يبقى الجوازه باسط. ابوس ايدك عليها. اتكلمي انت معاها، انا هتهوى دلوقتي وانت افتحي معاها الموضوع. وكمان هتشتغلي خطبه عليا على راي ام كلثوم. استوعب الحدث واستمتع بيه وهيطلع شعر وغنى. صح يا استاذ الرحمن، ده حقيقي. احنا داخلين على فتره مهمه في تاريخنا. اللي عمله عبد الناصر واخوانه في سنتين ما قدروش كل الزعماء يعملوه في 82 سنه. تحيا مصر. انت على طول بتهتف كده يا شاهين. خرجت امتى يا ست الكل؟ الحمد لله على السلامه يا استاذ. الله يسلمك يا حبيبي، نورت بيتك يا حسام. ده نورك يا شرقاوي. طولت الغيبة يا ثوراجي. مش بكيفي والله يا صلاح. واضح ان مكتوب على قلم الحر انه ياخد جزاته، سواء كان اللي بيحكمنا تركي ولا مصري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا مشاهد. الله يسلمك، عرفت منين؟ انت ناسي انا بشتغل فين؟ انت قاعد هنا يا استاذ وابراهيم عمارة قلب الدنيا عليك.